تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وفي إطار الدور الرقابي وكذلك التوعوي للمستهلكين والقطاع التجاري على حد سواء، فقد باشر مركز التفتيش الشامل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك تكثيف الحملات التفتيشية للرقابة على المحلات التجارية وكذلك توعية أصحابها بأهمية الالتزام بضوابط ونصوص قانون الضريبة المضافة وما تضمنه من التزامات في الوقت الذي كثف مركز التفتيش الشامل دوره في رصد ومتابعة التطورات في الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق البحرين للوقوف والتأكد من التزام المحلات التجارية بالقوانين والتشريعات التي تنظم عمليات البيع والشراء في ظل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة. وفي هذا الصدد نفذ جهاز التفتيش بالوزارة حملات تفتيشية متفرقة ومكثفة لمختلف الأسواق والمحلات التجارية والخدمية المختلفة في كافة مناطق البحرين للتأكد من تقيد الجميع بالأنظمة والقوانين المعتمدة في هذا الجانب، إضافة إلى التأكد من عدم تطبيق أو احتساب الضريبة على السلع المستثناة وتلك السلع والخدمات غير المسجلة في قيد التسجيل الضريبي بما قد يسبب الضرر على حقوق المستهلكين. كما جددت الوزارة دعوتها للقطاع التجاري بالالتزام بقانون الضريبة المضافة عبر التسجيل على موقع جهاز الضرائب الخليجية والتقيد بالأنظمة والقوانين ذات الصلة. هذا وأهابت الوزارة بكافة المواطنين والمستهلكين بالتعاون معها ومع كافة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة عبر التبليغ عن أي مخالفات أو تجاوزات للقانون عبر التواصل مع مركز الاتصال الوطني، منوهة بأنها مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة والرصد بما يضمن تطبيق القوانين ذات الصلة ويحفظ مصالح المستهلكين والقطاع التجاري.